أول ما نطقت في المسبح وانكسرت رقبتي حرك جسمي ما يتحرك، الدم يطلع من أنفي على طول، أبغى أتحرك ما في. مر عليها شريط حياتي كله 19 سنة، كل والله من أنا طفل صغير وأنا أحدي وأنا أمشي وأنا ألعب وأنا أعصي الله، ذنوبي كلها مرت. أمر مرعب. مر علي امرأة عجوز كنت أعطيها صدقة. نعم. أنا والد عنده مطعم، تجي امرأة عجوز معها ريالين نفسها عزيزة. نعم. تبغى تشتري فول وتميس، أبويا يعطيها الفول والتميس ما يأخذ منها، تدعي له تبكي. صرت أنا أجلس مكانه، تجي المرأة العجوز هذه تجي تبغى الفول، أقوم أعطيها الفول والتميس وأعطيها فوقها ريالين أو ثلاثة، وكانت ترفع يدها وتدعي لي. أقسم بالله يا أخواني، آخر منظر رأيتها في المسبح هي رفع يدها وتدعي لي. ما كان آخر عمل، وثبتت أمامي وهي رافعة يدها وتدعي لي. أتشهد، استنشقت موية وأغمى علي. طلعوني بعد ربع ساعة، الدكاترة قالوا عبد الله المفروض يكون ميت، 4 دقائق تحت الماء يموت الإنسان دماغيا طبيا، و6 دقائق يموت موت كامل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له كلام ثاني، قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنا كم عملية دخلت سويتها والله، وهم يبنجوني، وأنا أذكر الله قبل ما أنام وهم عليها أشوف المرأة أمامي ترفع يدها وتدعي لي. يا الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء.